أولمبياد باريس وصل محطته الأخيرة ليترك في أذهاننا لحظات لا تنسى. دعونا مشاهدينا نلقي نظرة على أهم هذه اللحظات. نبدأ مع العداء الأمريكي نوا لايلز الذي منح بلاده الذهبية الأولى منذ عام 2004 في سباق 100 متر بعد فوزه بفارق 0.05 من الثانية فقط عن الجامايكي كيشان تومسون. مواقع التواصل تضج بصورة سيلفي بين لاعبين من الجارتين الكوريتين الجنوبية والشمالية على منصة التتويج ذاتها لمسابقة كرة الطاولة، طبعا في سياق التوتر الدائم بين الدولتين. واتفقت أغلب التعليقات على أن الصورة تخلد لحظة نادرة من الوحدة بين الكوريتين. الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تفوز بذهبية 66 كيلوغراما متجاوزة الهجمات وحملات التنمر المتعلقة بهويتها الجنسية. والمصارع الكوبي ميخائيل لوبيث يدخل تاريخ الألعاب الأولمبية كأول رياضي يحرز ذهبية في الفرد 5 مرات متتالية. لوبيث ترك حذائه بعد الفوز على أرض الحلبة في إشارة إلى أن مشواره الرياضي وصل إلى نهايته. الرامي التركي يوسف ديكيتش يتحول إلى أحد نجوم أولمبياد باريس رغم عدم قيامه بأي حركة استعراضية وعدم استخدامه لأي معدات خاصة بالرماية. يوسف بدا مسترخيا للغاية وكأنه يرمي في حديقة منزله. والختام مع قفزة توم كروز الجريئة في حفل ختام أولمبياد باريس، فالنجم الأمريكي قفز من أعلى ستاد دو فرانس فيما بدا كأنه أحد مشاهد الأكشن في أفلامه الشهيرة.